أنا موجود حاليا في مدينة ميزان تفري اللي بتبعد 520 كيلومتر جنوب غرب العاصمة أديس أبابا باتجاهي لوادي أومو. رح أقابل ورح أعيش مع القبائل اللي ما زالت معزولة لحد اليوم. في الطريق لناكل خربت سيارتين معنا، اضطروا يرجعوا على المدينة. حنكمل غدا هون ونسبقهم على وادي أوم وحيلحقونا هم بعد ما يخلصوا. فأنا بمزح مع الشباب ربطها إنه معروفين قبائل الصوبة إنهم بيتعاملوا بالسحر وبالشعوذة، فقلت إنه بلش السحر يقرب علينا وإحنا بالطريق لسه ما وصلناش. الله يستر شو بده يصير لما نوصل. إحنا في قرية توم ما قدرنا نوصل مع الأسف لوادي أوم بسبب العطل اللي صار بالسيارات، استنيناهم ما اجوا، اضطرينا نكمل. احنا حنبيت هون الليله، حنبني الخيام ونبيت هون، بكره الصبح حنكمل على الوادي. وادي أومو العلوي، هلا احنا في المنطقه المرتفعه، تحتنا هاي منطقة كبش اللي بيعيش فيها قبائل السورما أو زي ما بيحبوا الناس ينادوهم سوري، بأقصى جنوب غرب أثيوبيا. خلف الجبال هذه دولة كينيا، على اليمين خلف الجبال اللي على اليمين دولة جنوب السودان. Hello. How are you doing? He's the chief. Hi. How are you doing? So he's a brother of the chief, as you told me. Yeah. Goinana no gulsanga yanga. Goinana no ahira daka chole gulsanga don ramati. So he will lead us to the village, right? Namia keho oro. Keho oro mununa. Jamia soi. Keho oro na. Okay. Let's go. We can sit here, huh? Well, let's put it here. Ah, thank you. هذا كرسي السورما. Very good. بما اني في اكثر المناطق معزوله في العالم وعند قبائل السورما اللي قليل من الناس بيعرف عنهم، فرصه اني اسالهم واعرف واعيش معهم واتعرف عليهم اكثر. I want you to ask the chief. Surma, few of people in the world know about them. I want him to tell me about Surma. قبائل السورما موطنها الأصلي بالأساس إجوا من منطقة اسمها ترماتد على الحدود مع دولة جنوب السودان. بسبب الحروب مع القبائل الأخرى ظلهم يزحفوا إلى أنهم وصلوا بالمنطقة هذه من مئات السنين اللي هي منطقة وادي أومو العلوي. على كل السورما لا يتجاوز عددهم 30,000 نسمة. I mean Surma people, what they are eating? Is it sorghum? Is it what daily? The main food for them. That's all. He's traditional. And they are healthy with this one. No, I don't know. Yeah. بياكلوا وجبة واحدة ذرة بيعجنوها زي العجين وبياكلوها وجبة واحدة باليوم وصحتهم قوية وبيطلعوا مع الأبقار وبيعيشوا حياتهم وحياتهم صعبة طبعا. واحنا ثلاث وجبات و So this is enough for them body to eat just one time a day sorghum. No, I don't need
They can make them strong, the sorghum? Nah, you can do no ambe bu. Yeah. The sorghum? Yeah. Sorghum and maize. This is amazing, you know. I'm very interesting to go around and take a look on the village to see the way how they are living, how they build them huts and all this stuff. أكواخ السورما أكواخ تقليدية بدائية بسيطة جدا، من عواد الأشجار بشكل دائري بحطوها، السقف من القش وبيمتد إلى الأسفل عشان موسم الأمطار الكثيف يعزل المطر ما إنه يفوت لجوا. هلا من الداخل قش روث الحيوان رمل بخلطوه بالمي وبطينه الخشب من الداخل داير ما يدور البيت حتى يعزل البيت، يعني زي عملية تكييف. الكوخ تبع السورما ما في لا أي شباك وحتى الباب بدك تمشي بنفق حتى توصل لبرا، يعني معتم من الداخل. مشقة هذه. I want him to tell me where they sleep here. نداكم موتين عاي تاري عمونو أنا كو إيروجين كموتون عاي تاري كو إيروجين يموتون عاي كو تيرو أبي بيو كموتون عاي. So this is the male section. This is the female sections. Yeah. And this is the kitchen. على من عادات الصورمة أو من تقاليدهم إنه الرجل يتزوج أي عدد من النساء بده إياه طالما عنده أبقار، يعني بده يعطي لأهلها. إذا تزوج واحد جديدة بده يبني لها كوخ بجانب الكوخ تبعه. وشغلة تانية، حتى الكوخ تبعه لما يصير عمره 15 أو 20 سنة إذا عمر لهذا الوقت يعطي لابنه الكبير عشان يتزوج فيه وبيبني بيت جديد. So he must have a big land to remove from place to place and give the old house for his. Surginga bab neri banga kenger kukone akubu nangon kimifel kuna ngon kimifel kuna. This is perfect. They are lucky. They are living in very beautiful nature actually. They don't eat too much meat. So why they keep all these big numbers? السورما في العادة بيحتفظوش بالأبقار في داخل القرية، عددها كبير وما بتوسع القرية إنهم يحطوا كل أبقارهم. بيخلوها برا القرية وبيخلوا معها شباب من القرية يحصوها. بيخلوا جزء بسيط داخل القرية، حظيرة صغيرة على أساس ياخذوا منها الحليب للاستهلاك اليومي اللي هو للأطفال ولهم. لفت انتباهي جوا الحظيرة في بقرة ميتة. فبسأله للشاب السورما بقول لي هاي ميتة، قلت له ليش تركينها؟ السورما عندهم عادي انه لما يموت الحيوان بيتركوه لمدة يوم كامل، بيعتقدوا انه ممكن ترجع الروح مرة تانية تدب في الحيوان ويقوم يعيش. طبعا ما حيعيش بعد ما يموت، ياخذوها بيقطعوها بوزعوها وبياكلوها. So this is the community of women, right? Yeah. What are they having here? Sorghum. No, he's corn. Maize. Yeah, corn. Maize. المشهد المألوف وأكثر شيء ممكن يشوفه الواحد اللي هي النساء عم تطحن بالذرة. لأنه هذا كل يوم بدهم يعملوا، لأنه كل يوم بدهم يأكلوا ذرة. هلا الغريب الأمر إنه بيطحنوه بطريقة بدائية، هو مش غريب، الغريب إنه إيدين النساء من الداخل تحولت لجلدي ناشفة. هلا في مقاييس الجمال أو مقاييس الأنوثة إنه المرأة لازم تكون إيديها ناعمة، بمقاييس الصورمة إذا ما كانت إيديها خشنة مش الزوج المناسب، لأنه هذه ما بتقدر تشتغل مظبوط أو تقوم بالواجبات اليومية اللي عليها. وهي من أهم الواجبات، طحن الذرة يوميا. Good. Good means achale. Achale.
This is Achali, yeah? Achali. Kila Achali. Yeah. And this one Achali also. Now this is only old women who smoke in the village? Yeah, only the old woman. What the reason? Because the old woman staying here and nothing to do. So they just relax and smoking. What's inside? Inside here, water. Water? Yeah. Here is tobacco. This is the same way of argila. Like a shisha. Yeah, exactly. And in the top, just little fire. This is local tobacco. Local tobacco. Let's try now. Yeah. Taste, yeah? Yeah. It's good. They like it, huh? قتلوا الماعز بالحجر. هلا في سبب ليش قتلوها بالحجر، على اساس ما يطلع الدم، لانهم بيستغلوا الدم بيشربوه. هذه على شرفي قتلوها على اساس يطبخوا ليها كضيف جاي عندهم. بعد ما يذبحوها ويسلخوها بيطلعوا المصارين. عند بيؤمنوا بشغله انه المصارين بتحكي المستقبل. بدي اشوف انا كيف البروسيس هلا بتصير، وكيف راح يقروا المستقبل، وكيف راح يذبحوها. الصورما بيعتقدوا انه الههم موجود في معده الحيوان، وبسموه الاله توما. هلا انا ما فهمت بالاول ايش يعني انه المعده هي الاله، فحاولت اني افهم منهم. اللي قدرت اوصل له من خلال مناقشتي معهم، يعني مش زي انه بيعبدوا او بيقدموا قرابين، ما عندهم لا تقديم قرابين ولا عندهم ادعيه ولا عندهم اي شيء، خلص هم بيعتقدوا انه الاله توما بتمثل في معده الحيوان، ومن خلاله بيدلهم ايش يعملوا او شو اللي صار معهم او شو راح يصير معهم في المستقبل. Thank you. هلا انا بفهم شغلي انه الماعز هذا لما قتلوه على شرفي عشان انا اكل منه. يعني هم شعب الصور مش متعود انه ياكل لحمه، ياكلها بالمناسبات، وهي مناسبه فرصه انه ياكل لحمه. بس انا لما ذبحوها ولما حطوها على النار وجابوا لي عشان اكل، انا ما قدرت اكلها لانه بسبب الطريقه اللي قتل فيها الماعز. رايحين هلا على نقطة معينة بالنهر حتى نشوف عملية غسيل المعدة والجسم من الداخل كيف بتتم. أنا كان بيهمني خلال فترة تواجدي عند الصورما إني أشوف كل شيء صغير وكبير، إشي روتيني. هلا بالنسبة لهم كل شيء عادي، يعني أنا بالنسبة لي كل شيء كان ممكن يكون مش عادي لأنه حيكون جديد وغريب. في شغلة بيمارسوها شباب، فقط الشباب، يعني مش الصغار مش الكبار ومش النساء، فقط شباب قبائل الصورما، اللي هي تنظيف الجسم. ولازم يكون جسمه نظيف لأنه هم الشباب، هم اللي بدهم يحموا القبيلة، هم اللي يطلعوا يرعوا، هم اللي بدهم يحاربوا، هم يعني مسؤوليات كبيرة عليهم، فلازم تكون أجسامهم قوية ونظيفة. أتلي هلأ هذا اللي احنا شايفينه عملية تنظيف المعدة، الجسم والمعدة. هاي ممارسة بيمارسوها الشباب تقريبا كل أسبوع. تمام.
بيعملوا بركة صغيرة هون عم نلاحظ أكثر من بركة عساس يقصروا فيها المادة تبعت الشجرة هاي مع المي ويشربوها. هيك تعتبر معدته 100%. هذه بيعتبروها عملية الغسيل الأسبوعية، ولا بدهم أدوية ولا بدهم إشي، عشبة طبيعية، مي من النهر، بيغسلوا حالهم كل أسبوع. شباب السورما بعد ما ينضفوا ويغسلوا أجسامهم زي عنا اللي بتحمم، بعد ما طلع من الحمام بمشي شعره وبحط شوية كالونيا. عندهم لا بحطوا كالونيا ولا بمشي شعرهم. في عندهم نوع حجر معين بيكون بجانب النهر، مش متوفر بسهولة بس بيدوروا عليه، بطحنوه وبدهنوا أجسامهم فيه بعد ما يبلوا أجسامهم في المي. انا اشاركهم انه هاي تزيين، يعني زي عن صاحبك برش لك شويه كالوريا، فقالوا لي بل جسمك بالمي وتعال بليت وجيت، فدهنوا لي جسمي وصاروا يعملوا لي عليه زي رسومات ولوحات. هلا يمكن عشان انا لوني افتح منهم ما بينش علي لانه هو ابيض، بس كنت اطلع عليه يعني يعطي منظر جمالي يعني على الشباب. السورما أهم شيء عندهم المعاشي، عبقار أغنام. هلا الصبح شو بيعملوا؟ بيفحصوا البقر، واحدة مريضة، واحدة رجلها، واحدة جلدها. طيب بيش بيعالجوا؟ ولا عندهم أدوية ولا عندهم بيطرة؟ بالرماد وبالروث تبع الأبقار نفسها بدهنوا أجسامها، بعدين بيطلعوها للمراعي. بسبب إنهم ما عندهم مبدأ إنه يبيع وما بياكلوا كثير من الأبقار إلا إذا ماتت أو في مناسبة قوية تتكاثر. كل ما تقدمنا لموسم الجفاف بيصيروا يضطروا إنهم يطلعوا لمراعي أبعد، حتى وين في ما زال في مي، يعني عند أنهر، عند بحيرات، أو وين في كلأ. في بعض الأحيان وكثير من الأحيان بتسبب مشاكل بين القبائل، بيصير في حالات قتل، وهذا بياخذ مواشي الثاني وبتشتبك قبيلة مع قبيلة، حتى مش نفس القبيلة، يعني من السورمة مع قبيلة أخرى. هذا المكان اللي بجمعوا فيه البقر تبعهم بعيد عن القرية. أول شيء في مراعي كبيرة، أرض سهلة، بضلهم الشباب معهم، شباب القرية بضلهم موجودين هنا أسبوعين ثلاثة شهر شهرين. هلا بالنهاية ما عندهم لا أكل ولا شرب، أكلهم الأساسي هنا أو شربهم الأساسي اللي هو الدم والحليب، بيشربوا الصبح وبيشربوا بعد الظهر.
هلا الدم هي المادة الأساسية بالنسبة لهم، يعني جسمهم بيحتاج لبروتين، البروتين هذا بياخدوه من الدم والحليب. البقرة الواحدة بتاخد منها مرة بالشهر دم، ما بياخدوا أكثر من هيك، بنقوا واحدة تاني كل يوم، بنقوا بقرة مختلفة عن اللي قبلها. بربطوها من رقبتها عساس يطلع الوريد يظهر. أنا شبهت عملية أخذ الدم من البقرة كأنه واحد بتبرع في الدم. لحجم البقرة لترين وثلاثة إنه يأخذ منها دم ما حيأثر. هذا العملية مرتين باليوم بيعملوها. سخن وفي حموضة. Oh, that's for me. See somebody else who wants drink. This what, milk? No, I This is good. This is good. هلا بعد ما افطرنا وافطروا طلعنا الماشي من الحظيرة، رجع الشباب الحظيرة مرة تانية، صاروا يشيلوا الزبل اللي موجود في الأرض أو الروث تبع الحيوان ويدهنوا أجسامهم، دهنوا من رؤوسهم لرجليهم وصاروا يساعدوا بعض. على هذا بفيد جسمهم هم، يعني بوجهة نظرهم إنه هذا بفيد الجسم. بعد الدهان في رقصة وفي أغاني، برقصوا وبيغنوا وبعدين بتبدأ عملية الرعي. خذوني اولاد القبيله على اساس ندور على العسل اللي موجود اللي بيطلع بالشجر لحاله بالطبيعه. طريق جدا صعب. العسل بالنسبة للصورمة في مكون غذائي مهم، بس في مشكلتين، انه ما بيربوه على الشجر، بدهم يدوروا وين بأي شجرة مربي البيت تبعه. النحل لما بده يربي العسل تبعه او يختار الشجرة بيختار شجرة في منطقة لا بترعى فيها المواشي ولا بيمشوا فيها ناس، ما بدوش ازعاج. اعتقد انه هذه هي الشجرة اللي فيها العسل والنحل. فعملية الوصول عملية مزعجة ومرهقة، احراج انزلوا اقطع نهر واطلعوا دوروا، يمكن يوم يومين تستغرق معنا ثلاث ايام ما نلاقيهوش، وممكن نلاقيكم محظوظين. كنا محظوظين ولقيناه. ساعتين احنا بالطريق وساعة واحنا بنولع نار وبنطلع نحن بالاخير طلع معانا هذه البيت جديد والنحل لسه هلا بلش يعمل. ما مش حنقدر ندور على شجرة تانية لانه الجو بلش يمطر وكبست ويا دوب نلحق نرجع على القرية. باخذيني على قرية بحدهم
نحضر حفلة موسيقى ورقص تقليدي. شكلنا قربنا، الصوت صار يعلى. يمكن وسيلتهم الوحيدة للترفيه قبائل السورما أو غيرها بهيك منطقة بده يكون الرقص، فبيجتمعوا كل فترة، كل شهر كل شهرين، شباب والبنات تعون القبيلة وولعوا نار ويرقصوا. البنات اللي بيشاركوا بالرقص كلهم بنات عازبات، البنات هي اللي بتختار الشباب اللي يرقصوا معهم، يعني زي عملية تعارف. هلا ممكن انه تؤدي الى زواج بعدين، بس انه كيف بدهم يشوفوا بعض؟ هلا ما في الات موسيقيه، بس عجبني الريتم تبع الموسيقى وطريقتهم فلقيت حالي منسجم وبرقص معهم، وبيجوا بيطلبوني وبروح برقص وبرجع. كانت ليله حلوه، يعني اجواء هيك، يعني غيرنا عن اجواء النهار. نفس الموقع ونفس المرأة، المرأة اللي كنت عم بقطف معها درع وعم نتواصل وعم نحاول نمزح ونضحك مع بعض، اكتشف انه عندها قدرات غير متوقعة. هلا هذه بيعتبروها بالقرية هي الدكتورة تبعتهم، ما عندها أدوية، ما عندها إشي، بتعالج بطريقتها الخاصة المتوارثة عن أبوها وعن جدها وعن جد جدها. في هاي البنت مريضة، بدنا نشوف الطريقة اللي بدها تعالجها فيها. هاي.
المفاجأة هنا إنه ما في علاج لا بأدوية ولا بفحص ولا ب. إيش الطفلة اللي هي المريضة؟ وأنا لاحقاً عرفت إيش المشكلة أو إيش المرض أو شو السبب إنه البنت متوجعة. قالوا لي إنه السبب إنه هي عم تسبح بالنهر تعرضت طبعاً حسب الأقوالهم لأرواح شريرة. يعني اللي عم بشوفه أنا مش منطقي. أنا عم بشوف إشي أنا مش فاهمه. هلا السؤال اللي كان براسي أنا واللي فعلاً حيرني، من وين استخرجت الحجار هذه؟ يعني جسمها كيف أفرز حجار للبنت؟ أنا ما عندي أجوبة لهذا اللي كنت عم بشوفه، ويمكن الطاقم اللي معي كله ما حدا عنده أجوبة، بس إحنا عم نشوفه قدام عينينا. يعني مش إنه وبعدين المرأة هذه البسيطة أو الفلاحة كانت قبل شوي ما معها أدوات، وكنت أحاول أمسك الحجار كانت تمنعني، كانت تقرأ عليهم وترميهم كل واحد باتجاه. حاولت كثير إني أفهم، إني أسأل، إني أطلع، ما وصلتش لنتيجة، ما فهمت شيء. قلت خلينا أعيش الجو معهم وأمارس الطقس ما هم بيمارسوه، هم هيك بيشتغلوا خليهم يشتغلوا براحتهم، أنا عم بتفرج قاعد وخلاص، أنا شاهد على ما يحدث. المحصلة البنت طابت، كيف أنا ما بعرف. شو في عمليات بتصير ما بيفهمها الإنسان، بس هي عم بتصير هذه قدامه. هلا سألت، اتفرجت، أنا ما وجدت حل أو ما فهمت شو اللي عم بيصير قدامي، استسلمت بل وشاركتهم. جابوا لي وراء شجر صرت أفرك، يعني حسب الطقوس اللي هم بيعملوها، صرت أفرك أخذ المي تبعتها وأساعدهم أن أحط على جسم البنت. أنا بعرف إنه السورما بيؤمنوا بالسحر وبالشعوذة. هذا برهان لإلي كان قدام عيني إنه شعب السورما استخدم السحر حتى في علاجه. الصورمة بساطتهم من بساطة الطبيعة. هلا لازم يتجملوا، فيش مرة في العالم ما بتتجملش، وهم بيتجملوا عندهم أقي جمال، والرجال بدها بتشوف يعني إذا هذه حلوة أو هذه مش حلوة، بس بإيش بتزينوا؟ يا بالأساور، قلادات، أحلى، كلها من الطبيعة، كلها أشياء بسيطة، والصحن طبعا اللي هو بالشفة والصحن اللي بالدار بكل بساطة، لا ميك اب ولا تجميل ولا 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 صبغة ولا أي شيء. هذا اللي عم نشوفه هلا اهم عمليه عند نساء الصورمه. اللي بيميز نساء الصورمه عن كل نسوان العالم الصحن اللي عم بتصنع هلا اللي موجود في الشفه السفلية عند كل نساء الصورمه. الاسطوره عند الصورمه بتقول انه كان في ملك طاغي، كل بنت بتعجبه بالقبيله سواء متزوجه او مش متزوجه كان ياخذها. فكروا البنات انه كيف بيعملوا طريقه انه الملك ما ياخذهمش. فأفضل طريقة إنه يبشعوا نفسهم. هلا إذا مش حلوة مش هتعجبه مش هياخدها. صاروا يفتحوا الشفة من تحت ويحطوا فيها صحون ويكبروا. هلا ممكن إذا كانت الشغلة جديدة والناس بتشوفها لأول مرة طبعا قبيحة بتكون، مش يعني منظر قبيح مش جميل.
هذا الرمل اللي موجود بيجيبوه من منطقة معينة موجودة في الجبال اللي حوالين السورمة. بسيطة جدا العملية، الرمل هاد بطحنوه بخلطوه بالماء بيعجنوه زي العجين، بتبدأ عملية التصنيع هاي اللي شايفينها. وعلى ما يبدو أن نساء السورمة نسيوا حالهم، يعني بقياس اللي أوجدوه من أجل أنهم يهربوا الرجال منهم أو الملك منهم أصبح في الأيام هذه هو مقياس الجمال، وصاروا يتنافسوا بينهم بين بعض أنه كيف كل واحد تكبر شفتها، يعني كيف الأمور تتقلب بعض الأحيان وتتغير وبتصير أمر واقع بل بتصير حقيقة. على بنات السورمة أو نساء السورمة كل صحن بتعمله جديد لازم يكون حجمه أكبر من اللي قبله عساس يشد الشفة السفلية أكثر. المقياس في الجمال كبر حجم الصحن، يعني كبر حجم الشفة، كل ما كانت أكبر معناها هي أجمل. هذه السكة اللي عم تنعمل هون بالنص عشان تركب عليها الشفة حتى ما تطلع وتنزل. البنات الصغار اللي مش فاتحين شفتهم لسه بيفتحوها بعد سن المراهقة، تلاقيها عم تعمل للدان، أنا بيفتحوا برضو الدان. لاحظ في أحجام أصغر مش للشفة، بتكون لفتحة الدان بالتحت. هلا الصحن هذا عشان يثبت بالشفة بنات السورمة لازم يشيلوا الأضراس السفلية الأمامية عساس يركب وياخذ مكانه، زي ما بتنزل الست عندنا بتشتري فستان جديد، هون لما بدها تجدد الصحن كل شهر شهرين بتعمل واحد جديد. هلا بعد هاي العملية بتركوه ينشف يوم يومين بصير جاهز للاستعمال. This is mom. ها؟ هلا يمكن أنا لأنه من وين جاي ما قدرت أشوف أي مقياس للجمال في الشكل لما إنه يتركب فيه صحن أو بدون الصحن لما تكون الشفة السفلية متدلية. ما بقدر أنا أحكم أقول حلو مش حلو، بس بالنسبة لنا مش مألوف كان. إحنا متعودين إنه إذا الواحدة بدها تتجمل تحط مكياج، بتعمل تسريحة، بتلون شعرها. هاي الجمال بالنسبة لنا، بالنسبة لهم لا، الصحن والشفة الكبيرة. هذه من أغرب الأشياء اللي أنا شفتها. هذا أكلهم الأساسي اللي بيأكلوا منه 30 وجبة في الشهر، وبيأكلوا وجبة واحدة باليوم. هلا بيعملوا بعد الظهر وجبة تانية للأطفال، الأطفال بيأكلوا أكثر من وجبة باليوم، بس البالغين الشباب والبنات والختائر بيأكلوا وجبة واحدة. درة هلا لا معه ملح ولا معه سكر، بس مش عارف لذيذ يعني، والأهم من هذا إنه صحتهم كويسة بسبب الدرة اللي بيأكلوها كل يوم.
بالضبط. لا ست تومغوري تومغوري اللي راح يصير هلا انهم حيقتلوا البقره هذه زي ما قتلوا السخل قبل فتره. الطقس عندهم بيقولوا اذا واحد مات له حدا عزيز مرته او المره مثل زوجها بيقتلوا بقره بيسيحوا دمها وبيجي واحد بيقرا المعده على اساس الاولاد والزوج او الزوجه شو المستقبل تبعهم راح يكون. هلا راح تصير العمليه هاي قدامنا. قبل وصولي لقبيلة السورمة كان صاير عندهم حالة قتل. قتلت مرأة من السورمة كانت عند النهر. إجوا شباب من قبيلة تانية وقتلوها. بهذه الحالة أهل المرأة اللي قتلت لازم يقتلوا لها عجل عشان يقرأوا الطالع بالمعدة تبعتها لباقي العيلة. إيش مستقبلهم؟ إيش بده يصير؟ إيش مفروض يعملوا؟ بيجيبوا العجل بضربوه بحجر اللي هي وسيلة القتل المتعارف عليها عندهم. بيجي الرجل المتخصص في قراءة الطالع بيقرأ المستقبل تبع العيلة. وقفوا طابور بكب الدم قدام الكوخ. الدم لازم يمشي بمسار معين حتى يعرفوا إنه روح ارتاحت. فهذه الحالة الأخرى أو الحالة الثانية اللي بتم فيها قتل الحيوان عندهم. بيفتحوا له بطنه بيطلعوا معدته. بعد ما يقرأوا الطالع ويكبوا الدم بيذبحوها بيطولوا اللحم ووزعوا على أهل القبيلة. لقائي كان مع إحدى ملوك قبائل السورمة. أنا اعتبرته من أهم اللقاءات اللي عملتها يعني خلال قعدتي الطويلة الأيام اللي عشت عندهم. كان أهم لقاء اللي هو مع الملك. وأنا كنت أعتقد أن السورمة كلهم يعني لما تقول سورمة يعني سورمة يعني كل من بيعيش في وادي أوم العلوي. بس وضح لي ملك واحد من ملوك السورمة أن السورمة ينقسم إلى ثلاث أفخاد اللي هم التيرما، التشاي وبلبيس. لكل فخذ من الفخود الثلاثه هذه لها ملك. هذا متوارث ولازم انه يكون رجل حكيم حتى يختاروا الاصلح من الاخوه. وفهمت كمان من قعدتي مع الملك ونقاشي معه انه شعب السورما متمسك بعاداته وتقاليده وشرس في الدفاع عن حقه وعن ارضه وعن ماشيته وعن قبيلته. شعب السورما شعب مسالم، شعب بسيط. يعني أنا عشت معهم، أنا عم بحكي عن تجربتي الشخصية. أنا كريم جدا، صح هو يعني إمكانياتهم متواضعة بس هو كريم بما يملك. وأنا يعني اعتبروني ضيف وأكرموني بكل ما عندهم، اعتبروني واحد منهم. What about the new generation? Do they accept the tradition and the culture, the Surmi tradition and culture, or they gonna look after the civilization, the easy life? شعرت بخلال حديثي مع الملك كلامه هيك في نوع من الخوف، مش خوف جبن، خوف من المستقبل. يعني شرح لي انه يخشى على السورمة. ولما نقول السورمة يعني السورمة بتاريخها بعاداتها بتقاليدها، انها مع الوقت راح تغزوها العولمة وتنتهي. أنا أحزنني هذا الحكي. وأنا يعني شعب
متمسك بعاداته وتقاليده من مئات من آلاف السنين لسبب أو لآخر، حبه أم أبوه راح يصير التغيير. السؤال اللي دار في ذهني بعد ما تركت الشيخ، قديش الصور ما راح يقاوم لحد ما يجيهم التغيير؟ أهم طقس عند كل قبائل الصورمة وهو القتال بالعصي. هذا كانوا يعملوا كل سنة بعد موسم الأمطار، بكونوا شبعانين صحتهم كويسة، بتجمعوا كل قبائل الصورمة الشباب ويتقاتلوا بالعصي، بيصير فيها جروح، بيصير فيها كسور، بيصير فيها ممكن واحد يموت. مع الأسف ما قدرنا نصوره لسبب أنه الدولة منعته بسبب العنف، بس هو عادي متأصلة في قبائل الصورمة، ويمكن ما زالوا بيعملوه بس بعيدا عن أعين الناس. وعادة أخرى اللي هي عادة التجريح، عادة التجريح بيعتبروها من مقاييس الجمال. هذه الشباب والبنات الكل بيعملها، شغلة مؤلمة جدا، وبرضو هذه من العادات اللي الدولة منعتها لهذا السبب ما قدرنا إحنا إنه نشوفها. هلا الدولة منعتها لأنه صار بيصير بعض الأحيان حالات تسمم، بيستخدموا نفس الشفرة، فالدولة بقول لك ما بدنا إياها، هذه ممنوع تعملوها، فبيعملوها. هلا هم لن يتنازلوا عنها لأنه عم يشوفها معظم الشباب والشابات بيعملوها، بس بيعملوها بالخفي، فإحنا ما قدرنا نصورها، بس إحنا شايفين الناس طبعا عم يشوفوا قدامنا كلهم عمليات التجريح. وبعدين مش عشوائية، بتكون فيها جمالية، هي زي عملية الوشم بس الطريقة مختلفة طبعا. The tradition in Surma, especially with the girls, they are making the big claps, so it's easy for them to find boys to get married there. But she is not yet married, and she is not cutting her lips, the bottom lips, and she, what the reason? Why? بتوقع الجواب هذا من بنات عندنا في يعني في مجتمعاتنا الحضريه، انه بتعرف الحياه ورفاهيه، بس بنت صور ما تقول لي انا خايفه، هذا جواب غريب. يعني الشغل الاهم انه حتى الاهل بطلوا يضغطوا. What about her parents? They don't advise her to cut her lips because if she cut her lips when somebody come to marry her, he give too much cattle to her parents. Her sister is cutting and has long lips here. How many cattle they give when they came to marry her? Forty cows. Because she have big lips. Yeah. That's why. So her sister is not cutting. How many they gonna give to her parents? Nah, like me, nah. لا يمكن كان في يوم من الأيام بنت من بنات الصومة تقول إنه أنا خايف أعمل هذا الشيء. هذه عادات متأصلة فيهم. هذا بيأكد اللي لما كنت قاعد مع الشيخ أنا أو مع ملك القبيلة وقال لي إنه قريبا أو متأخرا رح نتغير. في سؤال أنا ما عرفت أجاوب عليه. هل الصرمة يعني إذا بنقيسها بمقاييسنا
ما عندهم شيء. لا عندهم سيارات ولا عندهم طيارات ولا عندهم محلات ولا عندهم مطاعم ولا عندهم شيء. بس يمكن عندهم شيء احنا ما بعرف يمكن فقدناه بحياتنا. عندهم السعادة. عندهم الراحة. يعني شعب مرتاح نفسيا. يعني ما صادفتش واحد بتخانق مع واحد او واحد عم بصيح او واحد مكشر او واحد ما بعرف يعني هل هي انعكاس بساطة الحياة على الشعب فاصبح الشعب بسيط جدا بتفاصيل حياته. واصبح بسيط جدا من الداخل يعني صار في راحه داخليه. يعني احنا بنقول التكنولوجيا بدها تريحنا في حياتنا بس هم اللي ما عندهم شيء هم مرتاحين اكثر منا يمكن. ها